قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن المنطقة، وبذلت الكثير من الجهود والدماء في سبيل القضاء عليها. وأضاف خلال لقائه مع رئيس البرلمان الأوروبي أن مصر تتبنى خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي، داعيا الشركاء الأوروبيين في الاتحاد إلى تقديم المزيد من الدعم الأمني والاقتصادي لمصر. من جانبه أعرب رئيس البرلمان الأوروبي عن تفهم وتقدير الاتحاد لما تواجهه مصر من تحديات تطال المنطقة بأسرها، مثمنا الجهود المصرية المبذولة من أجل حل الأزمات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة.